مستمر معكم أحبتي في كالكولس 1 بما يسمى The Mean Value Theorem، والمسألة الأخيرة في هذه السلسلة ثلاثة مسائل عرضتها وهي كافية لتغطية هذا الجانب مما يسمى بال Mean Value Theorem. وهذه هي الـ Mean Value Theorem لصاحبها جوزيف لاغرانج، أنه يجب علينا أن نبين بأن الفانكشن continuous على closed interval و differentiable على open interval، then there exists at least c belong to the open interval such that f prime of c equals f of b minus f of a divided by b minus a. إذن في هذا السؤال verify that the function f of x equals x cube plus 4x minus 3 satisfies the hypothesis of the mean value theorem on the interval from minus 1 till 1. وقلنا هذه الانترفل طبعا تكافئ أو هذه الانيكواليتي تكافئ closed interval من minus 1 to 1. إذن الجزء الأول المطلوب هو أن نثبت أن هذا الفانكشن satisfies the hypothesis of mean value theorem على هذه الانترفل، ونتوقف عند هذا الحد. نقول بأن f of x equals x cubed plus 4x minus 3 continuous over هذه الانترفل من minus 1 إلى 1، والسبب في ذلك أن هذا الفانكشن polynomial والpolynomials continuous everywhere، فهي continuous على هذا الريستريكشن أو على هذه الانترفل، هذه A وهذه B. الشرط الأول تحقق وهو أن الفانكشن continuous، ولا داعي أن تبرر لماذا هذا الفانكشن continuous، فقط قول بأن هذا الفانكشن continuous over هذه الانترفل. كيف نثبت أن هذا الفانكشن differentiable؟ بأن نجد الدريفاتيف. ثم الستيب الثاني أو الشرط الثاني هو f prime of x equals 3x squared plus 4، وهذه over الopen interval from minus 1 till 1، فهو differentiable. وما دليلنا على أنه differentiable؟ أن هذه هي الدريفاتيف موجود هنا. إذا تحقق الشرط الأول وتحقق الشرط الثاني، إذا there exists at least c قيمة واحد على الأقل belongs to the interval من minus 1 to 1، وحسب النظرية لاحظ هنا such that أن f prime of هذه c equals f of b، ولكن b عندي 1 minus f of A وهي minus 1 على 1 minus minus 1 اللي هي B minus A، وهذه هي B minus A. أما الجزئية الثانية من سؤالنا فهي بعد ما أثبتنا بأنه satisfies the hypothesis of mean value theorem and find all numbers C that satisfy the conclusion of the mean value theorem، الآن مهمتنا هي أن نجد هذه C التي تتحدث عنها النظرية نمبر 2 اللي هو ما بعد هذا. سنطبق مباشرة هنا f prime of c، لاحظ هذه هي f prime of x، فقط plug in c instead of x، 3c squared plus 4 equals طبعا f of 1 if you replace one f، لاحظ مش f prime، f of 1 plug in 1 بهذا الفانكشن. اذا نعمل plug in 1 بصير عندي 1 plus 4 5 minus 3 2 minus f of minus 1، نستخدم الكالكوليتر شأننا شأن الطلاب في ذلك، minus 1 طبعا minus 1 لما بنعملها plug in لازم نكتبها بأقواس to the power of 3 plus 4 times minus 1 minus 3، والناتج هو minus 8، وفي minus فتصبح
بلس 8، وزي ما انت شايف هاي 1 ماينس ماينس 1 يعني 1 بلس 1 يعني 2. ثم بنعمل سمبليفيكيشن على هذه الجهه، بلس 4 ايكوالز 10 اوفر 2 وهي 5. اياك ثم اياك انك تشطب ال 2 مع ال 2، هذا لا يجوز لانه في اشاره بلس. اجمع ثم ديفايد 10 اوفر 2 5، ثم بنجيب ال 5 لهذه الجهه، then عندي 3 سي سكويرد بلس 4 ماينس 5 ايكوال 0، then 3 سي سكويرد ماينس 1 ايكوال 0. طبعا على الكالكوليتر باستخدام الفانكشن المعروف بالنسبه لكل طالب مود 5 3 راح تستنتج بان سي ايكوالز راديكال 3 اوفر 3، او انها ماينس راديكال 3 اوفر 3. وبايجاد قيمه تقريبيه لكل من هذول، طبعا خلينا بس نعرض انه مود 5 3 عندنا 3 equals 0 equals minus 1 equals، لاحظ الأجوبة radical 3 over 3 و minus radical 3 over 3. نريد الآن أن نتأكد من هذه الأعداد فعلا belongs لهذه الانترفل، فبنيجي هون بنحول إلى قيمة تقريبية، تقريبا هذا minus 0.577 طبعا إلى آخره، وهون 0.577 إلى آخره. وكما تجد معي بأن هذه الفاليو belongs to الانترفل من minus 1 ل 1، وهذه أيضا belongs to من minus 1 to 1. إذا يوجد عندي قيمتين وليست قيمة واحدة. إذا finally C equals radical 3 over 3 و minus radical 3 over 3. طبعا من المسموح أن يكون عندي قيمتين لسي في السؤالين اللي سبقوا، كان في كل مرة يوجد قيمة واحدة، ولكن في هذا السؤال يوجد قيمتين فاليد لهذه النظرية. وأحبتي أود في نهاية هذه السيريز أن أتوجه بالشكر لكل من يتابع ويساعد على دعم هذه القناة